بعد انتظار وترقب من الطلاب والأهالي، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024 في مؤتمر صحفي من ساعات، وجاء الحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي الحالي كالآتي: الشعب العلمية 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% فأكثر. الشعب الهندسية 357 درجة فأكثر. الشعب الأدبية 280 درجة فأكثر، يعني بنسبة 68.29%. وجاءت نتيجة القبول لطلاب علم علوم كحد أدنى بكلية الطب 93.17%، وبناء على النسبة دي هيكون الحد الأدنى لقبول كلية الطب جامعة المنصورة من 390 درجة، كلية طب دمياط من 389 درجة، كلية طب الزقازيق من 389 درجة، كلية طب سوهاج 388 درجة، طب الإسكندرية 388 درجة، طب القاهرة 387 درجة. أما عن كلية الصيدلة فكانت بنسبة 91.70%، اللي بيبدأ القبول فيها بجامعة سوهاج من 380 درجة، وصيدلة جامعة المنصورة من 378.5 درجة، صيدلة جنوب الوادي 378.5 درجة. أما عن كلية طب الأسنان فكان تنسيقها بيبدأ من 92.80%، والعلاج الطبيعي من 92.19%. عايزين نطمن ولادنا الطلاب إن في المرحلة الثانية هيبقى في أماكن أيضا في شعبة العلوم، في كليات التمريض، الطب البيطري، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي. الملاحظ إن الحد الأدنى في طلاب الشعبة العلمية ارتفع عن العام الماضي طبعا نظرا لزيادة نسب النجاح في هذه المرحلة. أما نتيجة القبول لطلاب علم الرياضة فكانت كلية الهندسة بنسبة 88.65%، وبعد إعلان النسبة دي هندسة المنصورة من 374 درجة، وهندسة عين شمس من 373.5 درجة، هندسة القاهرة من 367.5 درجة، وهندسة الزقازيق من 372 درجة. أما عن كلية التخطيط العمراني فكانت بنسبة 89.80%. زي ما قلت لحضراتكم إن برضو شعبة الرياضيات بطمن ولادي في المرحلة الثانية هيبقى ليهم أماكن في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة طبعاً، اللي هي بيبقى ليها اختبارات يجب أن يجتازها الطالب، وبعض الكليات الثانية اللي بتقبل من شعب مختلفة في العلمي والكليات الرياضيات وفي الشعب العلمية زي العلوم والفنون التطبيقية، الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والأثار، ففي كليات الحقيقة بالإضافة لكليات النظرية والجامعات التكنولوجية. برضو نلاحظ في هذه الشعبة أن نسب النجاح السنة دي ارتفع الحد الأدنى أكبر من العام الماضي في القبول، زي ما احنا شايفين قصادنا إذا ما قارنا الحد الأدنى في شعبة الرياضيات هذا العام وقارناها بالعام الماضي. وجاءت نتيجة القبول لطلاب الأدبي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كانت من 85.24%، وكحد أدنى يبدأ القبول بالكلية بجامعة القاهرة بمجموع 364.5 درجة. أما عن جامعة الإسكندرية فكانت من 358 درجة. أما الاقتصاد وعلوم سياسية جامعة السويس ف 353 درجة، ويصل الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بني سويف ل 349.5 درجة. وكلية الألسن كحد أدنى للقبول 84.26%، كلية الألسن جامعة عين شمس 355 درجة، كلية الألسن جامعة قناة السويس 356.5 درجة، كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة، كلية الألسن جامعة الأقصر 346.5 درجة. أما عن نتيجة القبول لكلية الإعلام فكانت بنسبة 83.17%، فكانت نسبة القبول في جامعة القاهرة من 354.5 درجة، وجامعة عين شمس من 349 درجة،
وجامعة بني سويف من 343 درجة، وكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي من 341 درجة. أما عن كلية الآثار فكانت بتقبل من 78.4%، وبعد النسبة دي بقت آثار دمياط بتقبل من 336.5 درجة، آثار الزقازيق بصون الحجر 335.5 درجة، آثار القاهرة 334 درجة، آثار عين شمس 333 درجة، آثار جنوب الوادي 321.5 درجة. برضو بطمن أولادنا إن في المرحلة الجاية إن شاء الله هناك الأماكن شاغرة كثيرة قدامنا، كليات التربية، شعب الطفولة، تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة، الأداب، حقوق تربية نوعية، خدمة اجتماعية، دار العلوم، سياحة وفنادق، واقتصاد منزلي، وتربية رياضية طبعا اللي ليها اختبارات بتبقى لازمة للالتحاق بهذه القطاعات. طيب السنة دي نلاحظ في قطاع الشعب الأدبية انخفاض الحد الأدنى بالنسبة لطلاب الشعب الأدبية عن العام الماضي. أما عن تنسيق المرحلة الثانية فقال وزير التعليم إنها هتبدأ يوم الثلاثة الجاي وهتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم السبت 24 أغسطس بحد أدنى 63.64% للعلم علوم وعلم رياضة و 56.9% للأدبي. وفي نهاية المؤتمر وجه الدكتور أيمن عاشور نظر الأهالي لجامعات وكليات جديدة حكومية فتحت، منها جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة وكلية الآثار جامعة الزقازيق وغيرها. عايز برضو أوجه عناية أولياء الأمور والطلاب إن في جامعات جديدة وكليات جديدة فتحت السنة، جامعات حكومية، جامعة الغردقة فرع جنوب الوادي فرع الغردقة فتح السنة دي في كلية سياحة وفنادق، كلية الآثار جامعة الزقازيق فتح في صنع الحجر، جامعة مدينة السادات التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق. برضو علشان بس أوجه نظر أولياء الأمور والطلاب للجامعات الجديدة والتخصصات الجديدة اللي فتحت في الجامعات الحكومية.